مصدقاها، انا شايفه انه كان احلى بكتير. كتير. ايه ده سيد؟ اه سيد. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حوم؟ ازيك يا اخويا؟ خير؟ في حاجه حصلت ولا ايه؟ ايه اللي جابك؟ في يا بت جاي اطمن عليكي. انا بخير والحمد لله، ما تقلقش، انا عامله حساب يستأذن بدري عشان الحق اوضب ميسا. بس بدري بدري، بعد لسه نجيب حاجات قبل ما نروح. لا مش هينفع، بوشي مش هتوافق. بوشي ايه اللي مش هتوافق؟ الله حرام اكسر لها المكان باللي فيه، ما سمعتش عني ولا ايه؟ مش محتاج تكسر حاجه، انا سامعه عنك لوحدي. يا لهوي، لا مؤاخذه يا فندم، حقك عليا. غير ارحام. حاضر حاضر يا اخويا. ما تستغربش، انا كده مش بحب اقعد في مكتبي كتير، بحب افضل هنا وسط البنات عشان افضل فاهمهم وحاسه بيهم طول الوقت. حاسه بيهم عشان قاعده في وسطيهم. بس ما حسيتيش برحاب لما اتحبست ليلى في القسم، مش كده؟ انا مقدره زعلك، ومقدره كمان ان انت اللي اقنعتها ترجع هنا تاني. رجعتها بمزاجها مش بمزاج حد تاني، ومحدش يقدر يغصب عليها. اللي حصل لرحاب اتلطت فيه ظلم وعدت، شيطانك بقى هيوزك تلطيها تاني، هتلاقيني واقف قدامك، وساعتها هتعرفي مين هو سيد بوخارست. وبدل ما بتسمعي عنه هتتكلمي عليه. واضح انك ما تعرفش انا مين، وما تعرفش كمان انا ممكن اعمل فيك ايه بعد الكلمتين دول. بس اوكي، هحط نفسي مكانك، هحكم عقلي، يعني هعتبر نفسي ما سمعتش حاجه خالص، وهعتبر كمان ان دي اخر مره اشوفك فيها هنا. هتشوفيني تاني وزبون كمان، اصلا بموت في التدليك. مش هيحصل. وحياتك لا يحصل، وبإيدك دول كمان. ممكن بقى تسيبك من اللي في إيدك ده وتركز معانا بينا. مالك يا سلطان؟ ما انت كنت بتمق فيه بقالك ساعة، حد كلمك ولا هو حلال ليك حرام علينا يعني؟ مش كفاية ان هو مالي قبل كده؟ يا سلام، مالي قبل كده يعني لقيت في خبر متاكل مثلا؟ اسوة خير. انت عارف ان انا ربنا ما ابتلينيش بأي حد اقدر اثق فيه واسلمه اللي في دماغي غيرك انت. حبيب ابو صلاح. ايوه، او انت كده جبت التايه صلاح. قول اخويا. بص اخويا، انت عارف ان الواد صلاح حاله مايل وسكته عوجه، وانا على يدك حاولت معاه مره بالاداوه والف بالعشره ما ارتجعش، والسكه اللي ماشي فيها دي مش هتلط لوحدي، لا دي هتلط سمعتي وسط الخلق معاه. تربيه واطيه قوي، واطيه واطيه يعني. طيب ما دام مش عارفين تربوا العيال بتخلفوهم ليه من الاول يعني؟ يا عم ما هيش ناقصه حكم ومواعظ، انا اتصاب في ايه يا عم نبيل؟ اسمعني بقى اللي اقول لك عليه. الواد عايز يمشي في تجاره الصنف مع بوخارست. الصراحه بقى انا ما لقيتش حد غيرك انت. لا غير مين؟ هو انا يعني هعرف اقنعهم ولا ارجعهم على اللي في دماغهم هما الاثنين؟ لا يا اسطى ما اعرفش. ما اعرفش. طب اسمع بقى النهي يا امين الدرك انت، انا عايزك تزق عليه كام واد من السرسجيه والسوابق اللي انت تعرفهم كويس، عايزهم يعكسوه عكشه اللي هي يفرموه لغايه ما يعرف ان الله حق. يعجزوه يعني؟ يعجزوه؟ اه اه يعجزوه. ومال الكلام ده تقوله لصلاح؟ ماشي، تصدر له قبل كاش القسوه يصدقك، انما انا لا، انا عارفك كويس يا سلطان، ده انت ما بتطيقش الهوا الطاير على الواد، ولا حتى حمو النيل بتاع العيال الصغيره. اسره، هتخلص الليله دي ولا اشوف حد غيرك؟ لا غير ايه؟ انت عايز تتلف الواد ولا ايه؟ خلاص اللي تشوفه يا سلطان، الليله دي عندي. عندك عندك؟ عيب، خلاص عندي. اشرب بقى قهوتك.
مؤاخذه عليك، تعبتي نفسك ليه يا اختي؟ ده انت المفروض تقعدي ونسقيكي. يا دي لعيبه يا نصره، ودي تيجي برضو يا اختي؟ انت فاكراني دفا ولا ايه؟ تيجي تقعد كده وتضم رجليها في حجرها؟ اصل يا بنتي يا مرمر، ربنا يخليكي ليا يا رب. تسلمي لي يا حبيبتي. مكسوفه منك يا نصره على السواقه اللي حاصله في الشقه، كنت خليتيها عندي. جرى ايه يا بنتي يا هبله؟ عندي وعندك ايه؟ الشقه هنا اوسع، ولو على النظافه تعالي بكره نضافي. لا يا اختي ولا عرفك. يبقى ما انتيش ماشي غير لما تنضفي. قولي لي ايه رايك؟ الله ده جميل قوي، تسلم ايدك يا بنت، عقبال يوم فرح حبيبتي قمر والنبي. مش بدري يا حوبه، المكياج يسيح. يسيح مين يا ناصره؟ ده مكياج حوبه اللي ما يطلعش الا بالحموم يا اختي. بنتي يا ايمان، البت دي اصلها جواها نار قايده، تسيح اتخن مكياج. بتقولي ايه يا ناصره؟ اي يا اختي، نار قايده كده فيا ومش عوض. ايري وان كنت يا اختي منك ايه؟ الله يرحمه الله يرحمه، يبشبش الطوبه اللي تحت قرعته. هو مين ده يا ولية؟ المرحوم اللي انتوا عمالين تسفوا في قهوته ده. جرايه وليا منك ليها، فرح ده ولا عازه؟ ما تسمعيني زغروطه يا اختي انت وهي. بنتي ايان ده يا احمد يشغل لنا مزيكا. حاجه فرح يا اخويا من البتاع بتاعك ده بسرعه يا اخويا. او النبي اعمل لهم دي جي عشان الست يونيا تعرف تهز. ايوه يا اختي هحس، وانت كمان هتهزي. وانت يا بنت هتهزي، وانت يا نصر هتهز. هزه ماليش فيها. هعلمك ايه لك ايه اللي انت شغلته ده؟ مش قلت لكم ده عزا بس كاتب وعلى المعاش كمان؟ يا اختي تفي من بقي، ما تغير الاغنيه يا احمد، انا عايزه كله يرقص، عايزه بتاعتي كده تبقى بجنانك. والنبي ظبطيها يا اختي، ظبطيها يا بطه وظبطيها. هي دي بقى هتشعوط. الواد ده حلو سابق سنه، الواد ده حلو مقدرش انا ابعد عنه. الواد ده حلو، الواد ده حلو سابق سنه، الواد ده حلو مقدرش انا ابعد عنه. كنت يا دنايا تروح فرح صاحبك النهارده، وهيونيا كانت هتوديني عند الدكتور. خلاص يا اما انا جيت، والست كتر خيرها عملت معانا الواجب وزياده. والله بنت جدعه قوي، ربنا يسترها ما يفضحها ابدا، ما سابتنيش دقيقه واحده طول ما انت غايب. وابويا بقى كان فين ساعتها؟ ما هنش عليه مره ينزلك يوديك العياده ولا يعمل لك التحاليل بتاعتك؟ والنبي يا ابني قال لي، بس انا بقى ما حبيتش اتعبه. وكفايه عليه يا دنايا القهوه وبيته، وقالوا عليك طول ما انت غايب.